الوجهة الاقتصادية. الوجهة الاقتصادية واقع وآفاق اقتصاد الجزائر نحو العالم. الوجهة الاقتصادية مع رضوان حرياتي. إذاعة الجزائر الدولية، أهلا بكم. وجهتنا الاقتصادية اليوم إلى بلاد الرافدين العراق. هو اقتصاد ضارب في عمق التاريخ لشعب شكل أقوى وأشهر الحضارات في العالم بتطور لم يفهم لحد الآن بالرغم من التكنولوجيا العالية، من البابليين إلى السومريين والآشوريين إلى الدولة العباسية وفترات العصر الحديث والمعاصر. ظل العراق لا يعرف الوسط، إما أن يكون بلدا قويا أو بلدا ضعيفا تعصف به الأزمات. عدد سكانه قرابة 40 مليون نسمة، وحجم القوى العاملة فيها أزيد من 10 ملايين. حجم اقتصاده أزيد من 167 مليار دولار سنة 2020، وقطاع النفط يساهم فيه ب 43% من الناتج الاحتياطي. النفط لديها ب 145 مليار برميل، ما يمثل 10% من احتياطي العالم. توقعات النمو حسب البنك الدولي حوالي 8% سنة 2022، وصندوق النقد الدولي يصنفه عربيا الأول وعالميا الثاني من ناحية النمو الذي يقارب 9%. العراق تحصي أزيد من 480 معضلة تواجه اقتصاده، مما ترك الحكومة تطرح عدة تدابير للحد من الفساد المحاصصة وتدخل الأجنبي، منها طرح آلية الورقة البيضاء. نسبة الفقر في هذا البلد الغني 30% و50% في مناطق أخرى. اقتصاد أرهقته الحروب والأزمات، من الحرب الإيرانية إلى حرب الخليج الأولى والثانية إلى الحرب الطائفية وخروج الولايات المتحدة الأمريكية وتنامي الفوضى بعدها وتنظيم داعش الإرهابي الذي سيطر على بعض المناطق، مما ترك البنى التحتية في هذا البلد مدمرة ومنهارة. لمناقشة واقع وأفاق الاقتصاد العراقي والعلاقات الجزائرية العراقية وفرص الاستثمار والمبادلات التجارية بين البلدين، يسعدني أن أستضيف لكم من الدوحة الدكتور نوزاد الهيتي، أستاذ في الاقتصاد السياسي بالمعهد الدبلوماسي القطري. ومن الجزائر الأستاذ عبد الرحمن هادف، مستشار دولي في التنمية الاقتصادية. أهلا بكم. وسنبدأ معك دكتور نوزاد الهيتي من الدوحة. تقرير صندوق النقد الدولي الصادر في شهر أكتوبر الفارط يصنف العراق في المرتبة الأولى عربيا والثانية عالميا في توقع نسبة النمو للناتج المحلي الإجمالي للعام الجاري بمعدل نمو بلغ 9.3%. ما صحة هذا التقرير وعلى ماذا اعتمد؟ اهلا، يسعدني ان التقي مجددا معك استاذ رضوان ومع الاذاعه الجزائريه. شكرا لك. بدايه طبعا البنك الدولي سنويا يصدر تقرير مهم جدا، هو تقرير افاق الاقتصاد العالمي، وهذا التقرير يصدر في شهر ابريل وبعد ذلك تجدد بياناته ويصدر في اكتوبر. هذا التقرير الذي صدر مؤخرا طبعا يعتمد بالدرجه الاساس على وفد صندوق النقد الدولي الذي يزور البلدان بعثه في شهر مارس، تأخذ بيانات الدولة وبعد ذلك تنشر ضمن هذا التقرير. التقرير صنف العراق من ضمن يعني تقريبا 10 بلدان الأكثر سرعة في النمو الاقتصادي لعام 2022 والمرتبة الأولى في الشرق الأوسط. لكن طبعا هذا الرقم أو هذا المؤشر يحمل في طياته طبعا الكثير من التضليل، لأن معدل النمو الذي المتوقع للاقتصاد العراقي 9.3% هو يعكس نمو قطاع المحروقات النفط والغاز. النمو في صادرات النفط بسبب يعني طبعا الأزمة الأوكرانية وارتفاع أسعار البترول الذي تخطت $100، وبالتالي من المتوقع أن يكون متوسط سعر البرميل بحدود $95، وبالتالي هذا هو اللي يدفع طبعا معدلات النمو إلى الارتفاع.
في الحقيقة يعني أن الذي يعكس التطور الإيجابي لأي اقتصاد من البلدان هو نمو قطاعات الإنتاج الحقيقي. وقطاعات الإنتاج الحقيقي تتمثل في قطاع الصناعات التحويلية وقطاع التعدين وقطاع القطاع الزراعي أو القطاع الفلاحي. مع الأسف في العراق هاتين القطاعات الإنتاجية ضعيفة للغاية، يعني مساهمة في الناتج المحلي الإجمالي العراقي لعام 2021 النفط مع الزراعة الاثنين لا يشكلون 5%، و95% هو اعتماد كلي على قطاع المحروقات. هذا شيء مضلل، الذي يخلق فرص عمل هو قطاع الزراعة أو قطاع الصناعة. قطاع النفط بحكم التكنولوجيا المستخدمة فيه يستوعب أعداد بسيطة من قوة العمل، فبالتالي على البلدان يعني أن تهتم أكثر في القطاعات الإنتاجية لأن هذه أساس تنافسيتها، وعدم الاعتماد بشكل كبير جدا على الإيرادات المتحققة من قطاع النفط، وهو طبعا مثل ما تعرف حضرتك هو مورد نابض، وبالتالي يجعل أنا أسميه الاقتصاد العراقي في الوقت الحاضر اقتصادا أعرجا، لأنه قائم ومرتكز بالدرجة الأساس على قطاع المحروقات. فأي انخفاض يحصل في أسعار المحروقات ينعكس سلبا على الموازنة العامة للدولة، وهذا ما حصل طبعا في عام 2020 سنة كوفيد عندما انخفضت أسعار البترول إلى أقل من 20 دولار في شهر مارس وأبريل 2020. فهذا الرقم أخ رضوان أرجع وأقول لا يمثل شيئا بالنسبة لي أنا كاقتصادي أقرأ وقريب من واقع الاقتصاد العراقي. هذا هو فقط ناجم عن ارتفاع أسعار النفط ليس. بمعنى أنه هذا التقرير يتحدث عن نمو ظرفي خاص بالنفط. نعم. نعم. لما قلت أنه تقرير مضلل، يضلل من؟ هو أنا أقصد ليس طبعا هو تقرير تقرير محترم هو. بس البيانات بس هذا الرقم هو ضل، يعني لو أتكلم أقول أن معدل النمو في الاقتصاد السعودي مثل 4% عقلاني، أو أقول معدل النمو في الولايات المتحدة 2%، لأن هذه اقتصادات ديناميكية تساهم في، أو الاقتصاد الإماراتي على سبيل المثال اللي يشكل النفط فقط 20%، من أقول الاقتصاد الإماراتي سيحقق معدل نمو فعلا في هذا التقرير 3-6%، هذا يعكس قوة الاقتصاد. بس من يقول لي أن الاقتصاد العراقي سيحقق معدل نمو يعني 9.3 للقارئ العادي للإنسان البسيط يقول أن هناك تطور اقتصادي كبير، في حين أن الهيكل الاقتصادي العراقي الآن هيكل هش جدا، هناك هيمنة كبيرة لدول الجوار على مقدرات الاقتصاد العراقي. نعم. يعني احنا الآن الحجم التبادل التجاري بين العراق على سبيل المثال وإيران بين العراق وإيران وتركيا أكثر من حوالي 40 بليون دولار، ولو نقيس هل التبادلات التجارية هي لمصلحة الاقتصاد العراقي أم الاقتصاد الإيراني أو التركي، بالتأكيد الاقتصاد الإيراني والاقتصاد التركي، لأننا ليس لدينا شيء نعطيه لتلك الدول، فقط هذه الدول تغرقنا بسلعها الرخيصة الذي دمرت صناعتنا ودمرت زراعتنا، وبالتالي خاصة في غياب الحماية للمنتج الوطني. نعم. في غياب الحماية للمستثمر الوطني وللمزارع الوطني. نعم. إذن أعود أو أبدأ معك من الاستوديو الأستاذ عبد الرحمن هادف مستشار دولي في التنمية الاقتصادية. دكتور نوزاد الهيتي قال أنه الاقتصاد العراقي يعتمد في مجمله بنسبة تقريبا 95% على عائدات النفط. العراق يعد ثاني أكبر منتج للنفط الخام في منطقة أوبك بعد السعودية بمتوسط إنتاج يومي يبلغ 4.6 ملايين برميل، يصدر منها حوالي 3.3 ملايين برميل، مع أزمة الأزمة الروسية الأوكرانية ارتفع سعر البترول في العالم. هل تعتقد أن العراق جاءته فرصة من ذهب للخروج من قاع البئر؟ بسم الله الرحمن الرحيم، شكرا أخ رضوان، ونحيي ضيفك من الدوحة. يعني وحقيقة اليوم العراق يعني أمام تحديات كبرى، يعني ونقدر نقول هو في نفس يعني الوضعية كالجزائر، يعني هو محتاج أنه يوضع اليوم يعني مشروع تحول اقتصادي حقيقي، لأنه كتير معانا هذا البلد الشقيق من يعني التجاذبات السياسية أدت إلى عدم يعني إمكانية وضع
برنامج تنموي حقيقي. ولما نتكلم على البرنامج التنموي الحقيقي اليوم يعني في بلد مثل العراق يعني أنه فيه يعني إمكانيات كبرى في هذا التوجه، وبالتالي على الإخوة في العراق أنهم يعملوا اليوم على وضع يعني رؤية جديدة في ما يمكن العراق من تثمين الثروات محليا. كان الضيف الفاضل تكلم على أنه المبادلات مع أهم الشركاء اللي هما تركيا وإيران يعني هي غير في ليست في صالح العراق من منطق يعني نوعية التبادلات أو رابح رابح مثل ما نقول نحن في الجزائر. ولكن لا خلينا نقول من نوعية التبادلات، أنه العراق حاليا يصدر في المواد الخام المواد الأولية ويستورد المواد المصنعة، وهذا يعني لا يخدم العراق يعني دولة وكشعب. وبالتالي اليوم العراق محتاج أنه تكون عنده يعني مشروع جديد لتثمين الثروات محليا، وهنا يأتي دور يعني الرؤية يعني إعادة بعث ديناميكية في نشاطات مثل القطاع الصناعي والقطاع الفلاحي اللي راح تمكن للعراق أنها يعني تقوم بتثمين الثروات محليا بإطلاق صناعات تحويلية حقيقية. لما نتكلم على القطاع الفلاحي، العراق محتاجة أنها تكون هي دولة معروفة بغنائها يعني ثرواتها الفلاحية، وخاصة يعني من بين الدول لديها نهري دجلة والفرات من بين الدول العربية يعني غنية بالمياه. وبالتالي اليوم يجب على العراق أنها تعيد يعني النظر في هذا القطاع وتجعل منه قطاع من قطاعات قاطرة في التنمية العراقية والتنمية الاقتصادية. واليوم نتكلم على يعني اندماج بين القطاع الفلاحي والقطاع الصناعي من خلال الصناعات الغذائية، لأنه اليوم أيضا هذا يتعلق هو يعني خلينا نقول أمر أصبح سيادي. اليوم نتكلم على الأمن الغذائي اللي أصبح سيادي، وبالتالي هنا يأتي التحدي أكبر في هذا التوجه، أنه اليوم العراق محتاجة إلى وضع يعني برنامج في مجال الصناعة ومجال الفلاحة ليمكنها أنها تأمن حاجياتها الغذائية. في نفس الوقت اليوم نتكلم على دولة محتاجة أيضا أنها تعيد الديناميكية لسوق الشغل، وبالتالي العراقيين محتاجين أنه يتم يعني توظيفهم محليا وبكرامة، لأنه في قدرات يعني حقيقية في العراق أنها يعني وخاصة مع السياق الحالي أنه خاصة أنه شعب مثقف ونسبة الأمية فيها قليلة جدا. نعم. بارك الله فيك. وعندها أوراق رابحة اليوم ممكن يعني تعتمد عليها العراق. اليوم العالم بأسره يعني يتكلم على أزمة طاقوية، واليوم احنا ماشيين في يعني توجه جديد في منظومة جديدة، وهي تعتبر فرصة لدول مثل العراق اللي ممكن من خلال يعني توظيف هذه الورقات الرابحة يعني يعني المقومات الطاقوية اللي تصبح يعني من بين يعني مميزات التنافسية بالنسبة لدولة مثل العراق، يجب أن نوظفها. لذا أنا نتمنى اليوم أنه يعني الإخوة في العراق يكون عندهم هذا يعني التوجه لرفع الرهانات، لأنه حقيقة اليوم أصبحت رهانات بالنسبة لدول مثل العراق مثل الجزائر اللي هي أصلا عندها ثقل على المنطقة. اليوم احنا خارجين من القمة العربية في الجزائر اللي كانت تكلمت على ضرورة تعزيز التكامل الاقتصادي، دول مثل العراق ممكن أن تكون عندها دور يعني محوري في هذا التكامل الاقتصادي، خاصة في مجالات يعني حيوية كمجال الطاقة كمجال الغذاء كمجال أيضا الصناعة. نعم. أعود لك الدكتور نزاد الهيتي أستاذ الاقتصاد السياسي بالمعهد الدبلوماسي القطري. تحدثنا قبل قليل عن التدخلات الأجنبية في الاقتصاد العراقي. بالحديث عن النفط، العراق لا يزال يستورد الغاز من إيران بمقدار 3 ملايير دولار، وهو يحرق أزيد من 7 ملايير دولار عند استخراج النفط. من لديه مصلحة لإبقاء العراق يستورد الغاز والكهرباء من إيران؟ سؤال في غاية الأهمية. أستاذ رضوان، أنا الآن بديت أطلق مصطلح جديد في علم الاقتصاد. الاقتصاد العراقي يتعرض إلى ما يسمى بالاختيال الاقتصادي.
احنا معروف على الاغتيال لشخصيات سياسية وغيرها. نعم. الآن في العراق مع الأسف ده يتعرض الاقتصاد العراقي إلى الاغتيال الاقتصادي. أعطيك مثال على ذلك. أخر رضوان دولة الإمارات العربية الشقيقة قامت بإنشاء محطة لتوليد الطاقة الكهربائية في منطقة ديالة تحديدا. وكان من المؤمل أن تستخدم المحطة طبعا الغاز العراقي من حقل المنصورية الذي يبعد 7 كيلو فقط. هل تعلم أخ رضوان الحكومة العراقية رفضت أن يستخدم الغاز العراقي لتوليد الطاقة الكهربائية والاستمرار باستيراد الغاز من إيران تحت ذريعة أن الأمن الداخلي غير موجود؟ كيف أن أقول 3 كيلو مأمن حقق للأمن والغاز جايين من إيران قاطع مئات الكيلومترات هو؟ فالآن هي من يتسيد المشهد السياسي الآن في العراق يفتقد إلى ما يسمى بالهوية الوطنية. هؤلاء كانوا يعيشون في إيران وينفذون أجندة إيرانية بامتياز. يعني حتى الممثل الإمارات عندما أتى إلى منطقة ديالي لفتح المحطة الطاقة الكهربائية ذهل، قال أنا ضمن المخطط أنه هذه تجهز بالغاز العراقي، كيف يتم إلغاء ذلك ويكون تم عملية التجهيز من خلال الغاز الإيراني اللي نخسر حوالي 3 بليون دولار سنويا، وعلى مثل ما ذكرت حضرتك احنا ده نحرق يعني ملايين الدولارات بالهواء وهو النفط المصاحب. والغريب في الامر دكتور نوزاد الهيتي، الغريب في الامر ان العراق ياخذ رخصه من الولايات المتحده الامريكيه لكي يستورد الغاز الايراني. يعني هنا المعادله الغريبه، يعني انتم الامريكان ليش ما تقدمون المساعده الفنيه التقنيه للعراقيين حتى يستطيعون ان يقومون هم بفصل الغاز المصاحب على النفط والاعتماد على ذاتهم في توليد الطاقة الكهربائية؟ تعرف حضرتك الآن نحن التوجه العالمي نحو يعني مصادر طاقة صديقة للبيئة، والغاز هو صديق للبيئة أكثر من النفط في محطات توليد الطاقة الكهربائية. أكثر من ذلك أخ رضوان، الاختيال الآخر الأخ الكريم من الجزائر تحدث مشكورا على موضوع القطاع الفلاحي. احنا قبل بالذات 2019 قبل كوفيد حقق العراق الاكتفاء الذاتي من إنتاج الأسماك بعد أن كانت هناك مبادرة رائعة جدا وهو دعم الشباب لإنشاء ما يسمى بالمصايد السمكية، مزارع تربية الأسماك. ولكن ما حدث أنه في يوم واحد وفي ليلة يفتقد بها البدر مثل ما يقولون بالمثل، تم تسميم حوالي 5,000 طن من الأسماك. وعند ذلك طبعا أغلب الشباب العراقي وأغلب الناس بدأوا يحجمون عن إنتاج الأسماك. لماذا؟ طبعا بفعل عمل إرهابي. الاقتصاد العراقي أخي رضوان الذي تعرض إلى الاختيال الاقتصادي الاختيال الاقتصادي بمعنى الكلمة. أعطيك أيضا مثل آخر أخ رضوان، سنة 2019 أيضا مع الوجود الوفرة الهائلة في المطر حققنا الاكتفاء الذاتي من الحبوب. عندما صرح وكيل وزير الزراعة العراقي بأن العراق حقق الاكتفاء الذاتي من الحبوب، ثاني يوم بدت حرائق مفتعلة لآلاف الدونمات المزروعة بالحنطة في العراق. فالمشكلة الإمكانات مثل ما تحدث المتحدث الكريم جزار، الإمكانات والموارد متاحة، ولكن هناك لا أتكلم عن سوء إدارة اقتصادية، لأن أكون أتكلم نعم عن قلت في المقدمة سيدة نوزاد الهيتي، قلت أنه الحكومة العراقية قدمت عدة تدابير من أجل الخروج من هذه الأزمة الخانقة في الاقتصاد، خاصة الورقة البيضاء وما يقصدون بها الفساد العارم. وفي العراق هناك فساد لتيارات سياسية نعم. المحاصصة ما حصل الشيء، يعني الشيء يمكن لم يحصل في أي بلد من العالم سمعت فيه قبل أسبوعين، وهو سرقة مليارين ونصف من إيرادات الضرائب. يعني لم يكتفوا بسرقة النفط، لم يكتفوا بسرقة تدمير الزراعة، حتى الإيرادات الضريبية وهي مصدر سيادي درسوه طلابنا في الجامعات. يعني الفساد وصل إلى الضرائب دكتور رضوان. الفساد طبعا إيرادات المنافذ الحدودية المفروض تكون بحدود 3 إلى 4 مليار دولار حجم الإيرادات. نحن نقيس الإيرادات من الرسوم الجمركية من خلال حجم التبادل التجاري بينه وبين إيران وتركيا والصين اللي يتجاوز حوالي 70 مليار دولار، طبعا وهو عجز فاضح في الميزان التجاري العراقي طبعا أمام هذه البلدان. هذه هي المعضلة الكبيرة. ورقة البيضاء ورقة محترمة ما جاءت بها من تدابير رائعة جدا، وحتى في الأخير الرجل الوزير اللي وضع الورقة البيضاء وأشرف عليها قدم استقالته. نعم الكاظمي. نعم نعم قال أنا لا، ووزير ماليتي قال أنا لا أستطيع أن أعمل لأن الفساد بات منظما.
مات يعني مبني وفق أسس مؤسسية لا يمكن إلا أن نقول إلا بفعل تدخل خارجي أن ينهي هذا الفساد الموجود. فحجم الفساد هائل، ولذلك أكبر تحدي يواجه العراق لاستعادة عافيته وممارسة دوره. احنا الآن في التقرير الأخير لمؤشر الشفاف مدركات الفساد ترتيب العراق 159، يعني في 20 الأواخر من دول العالم في حجم الفساد الموجود. فساد يضرب كافة الجوانب في العراق، المنافذ الحدودية البرية، الفساد وصل إلى أن يتم السطو على إيرادات الضرائب، الفساد أيضا فاحت رائحته الكريهة من عقود التراخيص مع الشركات النفطية. نعم. الذي أعادت الاحتكار من جديد إلى العراق. الفساد كان ثمنه أستاذ رضوان أكثر من 450 بليون دولار عراقي هربت خارج العراق. فتحدي كبير جدا يواجه الاقتصاد العراقي إن لم نقوم بمعالجة الفساد فالعملية صعبة. أنا في تقديري الشخصي أخ رضوان دائما أقول وأكررها، يعني الحل أكو حل سحري للعراق، هو يتكلم يكون من خمس كلمات فقط، هي إعادة هيكلة، إعادة هيكلة للوظائف، إعادة هيكلة للمؤسسات، وإعادة هيكلة للرواتب والإجور. إذا لم تحصل هذه الهيكلة الثلاثية لن تقوم قائمة للاقتصاد العراقي بالمرة، خاصة إذا لا سمح الله إذا تعرضت أسواق المحروقات مجددا إلى الانهيار. لأن هذه المسألة مثل ما تكلم الضيف الكريم هي فرصة ذهبية للبلدان الذي لديها تخطيط، فرصة ذهبية للبلدان لديها إدارة نظيفة. دول الخليج العربي على سبيل المثال استفادت من فورة أسعار النفط والغاز بسبب الحرب الأوكرانية الروسية، زادت الآن من حجم أصولها المالية بمعدلات كبيرة جدا. الصندوق السيادي القطري يقترب من نصف تريون، صندوق أبوظبي يقترب من تريليون، الصندوق السعودي 700 بليون دولار، الصندوق الكويتي حوالي 800 بليون دولار. كل هذه بلدان استفادت من الثروات المالية التي جاءت نتيجة ارتفاع أسعار المحروقات. ولكن احنا الآن بالعراق مع الأسف الآن أقربوان ما يحاكي الآن كارثي. الآن عندنا حوالي 120 بليون دولار يريد يطلقون فيها تعيينات وهمية، وبالتالي راح يبتلع كل الفائض المالي المتحقق نتيجة للحرب الأوكرانية الروسية. يعني لا يوجد هناك عقل يخطط للبلد. نعم. في حين أنا أقول لك أكو آلاف العراقيين من رجال المال والأعمال والاقتصاد والمالية يخدمون في بلدان أخرى لن تتح لهم أن يعملوا في هذا البلد. وأختم فقط أقول لك كلمة بسيطة حتى تشوفون حجم الفساد أين وصل أخ رضوان. نعم. في البنك الدولي وفد زار العراق عام 2005 أو 2006 على وجه التحديد. التقى برئيس الوزراء العراقي آنذاك المالكي الذي لا يفقه من علوم الاقتصاد والمال شيء. بعد ما انتهت المقابلة مع رئيس الوزراء قالوا التقوا مع المعنيين، يعني محافظ المصرف المركزي وزير المالية ورئيس اتحاد الغرف التجارة وغيرها، يعني المعنيين بالشأن الاقتصادي. نعم. فعندما حصل حديث جانبي بين نائب محافظ نائب مدير عام البنك الدولي ووكيل وزير المالية العراقي بالوكالة في ذلك الوقت، طبعا هذا حتى لا ليست لديه شهادة جامعية ولا يعرف أليف باء الاقتصاد، سأله هذا قال اذهبوا إلى باريس، اذهبوا إلى نادي باريس حتى تحلون مشكلة الديون العراقية. تعرف ماذا كانت إجابة وزير المالية العراقي وكالته؟ قالوا كيف نذهب إلى باريس، خلي يجي نادي باريس إلى بغداد يلعب الفوتبول وحتى الشباب يتونسون الفوتبول. يعني كارثة أخ رضوان إذا كان هذا وزير مالية لا يميز بين باريس سان جيرمان نادي لكرة القدم وبين نادي باريس كمنتدى لتسوية الديون، كيف يتم إصلاح هذا الاقتصاد؟ صراحة يا أخ رضوان الاقتصاد العراقي يتعرض إلى ما يعرف بالاختيال الاقتصادي. نعم. الفرصة أظن ما زالت قائمة للاقتصاد العراقي. أنتقل إليك الأستاذ عبد الرحمن هادف. مع ارتفاع أسعار النفط وأزمة الطاقة في العالم، هل تعتقد أن الشركات العالمية التي تبحث عن الاستثمار في العراق ستعود مجددا، خاصة وأنه لديه بنى تحتية تقريبا ضعيفة جدا ما خلفته الحرب وكذلك الأزمة العراقية؟ خلينا نقول انه اليوم هذا الرهان اليوم هو بيد الاخوه في العراق، لانه حقيقه كما تفضل الاستاذ يعني اليوم محتاجين الى اصلاحات عميقه. لما نتكلم على اصلاحات هيكليه يعني راح تمكن من يعني احتواء هذا الفساد اللي اصبح مؤسساتي. وبالتالي لما نسمع اليوم على يعني سرقه عائدات الضرائب بقيمة 2 مليار دولار يعني شيء مرعب اليوم. نعم. وبالتالي الأولوية اليوم في العراق أنه
يكون فيه إصلاحات هيكلية تسمح بإعادة تنظيم وتأهيل الإدارة أولا. إدارة المركزية بالطبع، لأنه اليوم بدون يعني إدارة يعني قوية وإدارة يعني اللي عندها يعني شرعية ومصداقية يعني راح يكون صعب، أمر صعب أنه العراق يخرج من هذه الدوامة. لأنه خلينا نقول أنه هي حاليا دوامة عايشة فيها العراق، وهو تعرض لبعض اللوبيات، خلي يقول لوبيات داخلية وخارجية. لما تتكلم على مشاريع التنمية واستقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، خلينا نقول أنه هذه اللوبيات مش راح تقبل أنه يكون فيه، لأنه لديها حصص في فيها حصص يعني هي مستحوذة على هذا المشاريع يعني، وتنجزها على حسب برنامجها. وبالتالي اليوم التحدي عند العراق أنها تتجاوز هذه اللوبيات، يعني نظن أنه لوبيات معروفة يعني عندها أهداف جيوسياسية أنه تخلي العراق دوما يعني تحت السيطرة، وعندها أهداف اقتصادية، لأنه يعني هناك من غلب المصلحة الشخصية على المصلحة الوطنية، خاصة التيارات. خلينا نقول أنه المصلحة الشخصية هي مستعملة. نقول أنه العراق يعني العراق بصراحة العبارة هو تحت يعني تأثير يعني لوبيات ذات أهداف جيوسياسية، لأنه العراق إذا ما يعني استرجع عافيته، العراق إذا ما أصبح يعني قوة اقتصادية راح يعني راح يقوم بزلزلة المنطقة كليا، لأنه العراق حقيقة يعني دولة قوية اقتصاديا. وخلينا نقول أنه يعني وقوة العراق أيضا في موردها البشري، كنتم تطرقتم إلى مستوى التعليم في العراق. خلينا نقول أنه التحدي اليوم في العشرية القادمة والسنوات القادمة هو تحدي معرفي، لأنه اليوم نتكلم على اقتصاد المعرفي ولا نتكلم على الاقتصاد الكلاسيكي. وبالتالي الاقتصاد المعرفي مبني على القدرات البشرية وعلى المؤهلات البشرية، وفي العراق هذا موجود. يعني إذا كان عرفنا كيف نقوم بالإصلاح يعني الهيكلي المؤسساتي، ونفتح يعني المجال لهذه الكفاءات نشوفها عبر العالم، اليوم تعمل يعني أمور يعني خارقة للعادة. اليوم إذا كان فتح لها المجال، أنا نعرف يعني أصدقاء، منذ أسبوع كنت نتكلم مع أصدقاء في العراق يعني، ومن بين يعني المجال اللي يعملوا عليه هي مجال التحول الاقتصادي والتحول الرقمي والاقتصاد الرقمي، يعني فيه يعني مؤهلات كبرى في العراق ممكن أنه تقوم يعني بقفزة نوعية وتجعل العراق يعني هذه الأرقام اللي كنا نتكلم عليها في نسبة النمو تضاعفها، لأنه العراق حقيقة عنده إمكانيات. لكن اليوم للأسف أنه اللوبيات مش هدفها إلا استغلال الأموال، ولكن الهدف أنه نجعل من العراق دوما، خاصة أنه تصدير النفط في العراق تجاوز 88 مليار دولار في 9 أشهر الأخيرة، وتوقع أنه يصل إلى 120 مليار دولار نهاية السنة. وهذا يشكل خطر للوبيات يعني اللي تعمل على إضعاف العراق، لأنه بهذا الأرقام العراق عندها من الروافد اللي يسمح لها أنها تحول اقتصادها بسرعة. وبالتالي يعني القطاع النفطي اليوم ممكن أنه يجعل الاقتصاد العراقي يقفز بسرعة. لما نتكلم على الفلاحة أو الصناعة، إذا كان استثمرنا هذه العائدات يعني في 5 سنوات القادمة، العراق يصبح قوة اقتصادية في المنطقة. وأيضا خلينا نقول لأنه العراق عنده القابلية أنه يعمل مع كل الشركاء، وبالتالي راح يكون يعني خلينا نقول عنده دور عالمي وليس الموقع إقليمي. الموقع الاستراتيجي لهذه الدولة لديه موقع استراتيجي جيد مع تركيا ومع إيران ومع بالطبع الدول العربية، هذا ما جعلها يعني محل أنظار وأطماع القوى الكبرى. لأنه العراق يعني خلينا نقول كما تطرقتم في المقدمة هو مهد الحضارة الإسلامية، نقولها بكل يعني فخر، وأيضا يشكل يعني خطر لبعض يعني التيارات يعني إقليميا وعالميا. وبالتالي اقتصاد العراق قوي
معناها عراق قوي. نعم. واليوم قلت في المقدمة أنه يا إما قوي يا إما ضعيف. يعني ما كانش الوسط عنده. لا. نعم. واليوم خلينا نقول لما نعمل قراءة على السياق العالمي والتجاذبات على مستوى يعني المنظومة العالمية، خلينا نقول أنه المنظومة الاقتصادية هي اللي راهي تحدد التوجهات الجديدة. نشوف ماذا يحدث في أوروبا، ماذا يحدث في يعني في النزاع الروسي الأوكراني، أمريكا والصين. يعني اليوم نتكلم على الحرب التجارية. نعم. لا نتكلم على الحرب الكلاسيكية. وفي المستقبل حنتكلم على حرب المعرفة. وبالتالي نظن أنه العراق إذا كان عطينا لها الفرصة وخليناها تعمل يعني. واليوم يعني من المفروض أنه الإخوة في العراق يتجوزوا، يعني كان درس كبير منذ أكثر من 20 سنة. اليوم وقمة الجزائر أظهر التضامن مع الشعب العراقي ودولة العراق من أجل ليس عودة إلا نعم. ليس إلا تضامن، يعني قابلية للعمل الميداني لتغيير الأوضاع. ليس إلا تضامن، التضامن كان في الخطابات. نعم. ولكن فيه يعني نوايا أنه نعمل في الميدان. لما نتكلم على الأمن الغذائي، الأمن الغذائي هو يعني أمر حيوي أولا، وفي نفس الوقت عملياتي. لما نتكلم على الأمن الغذائي رانا نتكلم على الفلاحة. نعم. وإعادة بعث الفلاحة. الأخ كان نتكلم على يعني اكتفاء ذاتي في السمك وفي في الحبوب وفي في الحبوب في السمك في تربية الأبقار. ومؤخرا أيضا يعني كان شوف نشاطر الأخ يعني في هذا النظرة أنه فيه اغتيال اقتصادي في العراق، لأنه زيادة على السمك وعلى الحبوب، حتى تربية الأبقار في منطقة معروفة في العراق بتربية الأبقار، ومعروفة أيضا في نوعية اللحوم، يعني جودة اللحوم. نعم. جودة اللحوم الأبقار خاصة. شفت يعني مؤخرا يعني تقرير كيف هذه المنطقة أصبحت تحت الحصار، وهذه الشعبة يعني تربية الأبقار أصبحت تعاني. وفيه يعني نفور لمربي الأبقار في هذه المنطقة، لأنه اليوم حقيقة العراق أصبح يزعج. العراق كقوة يعني، والشعب العراقي اللي هو شعب متفطن وكان يعني تحت الأزمات المتكررة، خاصة الأزمات الخارجية، للأسف ما عرفناش كيف نتجاوز هذا يعني تلاحم الشعب العراقي، لأنه يجب اليوم أنه نتجاوز هذاك التجاذبات يعني المبنية على العقيدة وعلى يجب أنه اليوم نمشي إلى براغماتية في تسيير بلد مثل العراق، لأنه هو راح يكون قلت لك راح يلعب دور محوري في التكامل الاقتصادي العربي، وأيضا راح يكون له دور محوري لأنه موجود في منطقة محورية أيضا، خلينا نقول هي قطب بين آسيا أوروبا وإفريقيا. وبالتالي العراق إذا كان عرفنا كيف يعني نقوم بالإصلاحات اللي كان تكلم عليها الأخ، ويعني وغيرنا من طريقة التسيير والحوكمة، لأنه اليوم نتكلم على حوكمة، يجب أن تكون فيه شفافية في التسيير، يجب تكون فيه عدالة، يجب تكون فيه يعني إمكانية محاسبة، لأنه هذا أمر مهم. نظن أنه العراق راح يخرج من هذا الدوام. نعم. إن شاء الله. دكتور نزاد الهيتي، أعود لك من الدوحة. إذن نسبة الفقر في هذا البلد بلغت 30%، ونسبة البطالة كذلك. هل البحبوحة المالية التي تعيشها العراق الآن ب 120 مليار دولار لنهاية هذه السنة ستعود على الشعب العراقي؟ والله أستاذ رضوان، طبعا المشكلة أرجع وأقول بالإدارة الاقتصادية، فإذا كانت هناك رشادة وهناك إدارة اقتصادية رشيدة من الممكن، يعني هذا المبلغ 120 أو 130 مليون بليون دولار المتاح الآن، في تجربة جميلة في المملكة العربية السعودية وأيضا حتى في دولة الإمارات وفي قطر وهي دول خليجية، يعني صح دول نفطية، أكو صناديق دعم المبادرات الذاتية لمحاربة الفقر عند الشباب في المملكة العربية السعودية يسموه صندوق المئوية. وأيضا أعرج على موضوع في غاية الأهمية أستاذ رضوان، كيف استطاعت بنغلاديش من خلال تجربة بنوك الفقراء الذي طبعا أطلقها بروفيسور محمد يونس الذي حصل على جائزة نوبل في السلام 2002، هي مبالغ بسيطة. يعني إحنا الآن لو نوفر لو نجير أو ننشئ صندوق نسميه صندوق دعم المبادرات الذاتية للشباب في العراق، وخصص لهذا الصندوق 5 مليارات أو 6 مليارات، هذا كفيل بأن يعالج ويخفف من معدلات البطالة الموجودة في البلد. نعم. ولكن الآن ماذا تفكر الدولة العراقية الجديدة الآن؟
أو الحكومة الجديدة تفكر في إطلاق وظائف عامة. الوظائف العامة كارثة، يعني أنت تضخم بين خاصة أنه القوة العاملة سيد الهيتي هي أزيد من 10 ملايين نسمة في العراق، والقطاع الزراعي والقطاع الصناعي لا يمثلان شيء في الناتج المحلي. لا يمثل شيء دكتور، لا يمثل شيء أخي رضوان. السبب الأساس أنه لا توجد هناك، مثل ما تكلم ضيفنا جزار، لا توجد هناك استراتيجية أو سياسة لتطوير قطاع الصناعة التحويلية أو لتطوير. هم أنشأوا ما يسمى بمبادرة الإنعاش الزراعة العراقية في 2014، بس كانت هذا حبر على ورق. الفكرة أنا كيف أحمي المنتج الزراعي، كيف أحمي من سيطرة دول الجوار. أنا أعطيك مثال على سبيل المثال، سعر كيلو البطاطا، سعر كيلو البطاطا في العراق يكلف المزارع العراقي 500 دينار، بينما سعر كيلو البطاطا من يأتي من إيران لا يعني يدخل إلى العراق ويباع ب 300. وبالتالي حتى المشكلة أدنى، لا يوجد وعي لدى المواطن العراقي، يشتري الشيء الرخيص ولا يشجع منتوجه الوطني. فالكثير من أصدقائي اللي استثمروا في القطاع الفلاحي أحجموا على الإنتاج في السنة السابقة. إيران بسبب تعرف بسبب انخفاض أسعار صرف الريال الإيراني وانخفاض أسعار صرف الليرة التركية، فأصبحت المنتجات التركية والمنتجات الإيرانية منافسة شرسة للمنتج العراقي. المنتج العراقي تعرف المزارع والصناعي العراقي غاب عنه الدعم، فهو يعتمد على إمكاناته الذاتية، يعني الدولة لا تقدم له أي دعما. وبالتالي كل سعر أي سلعة الآن، سعر أي سلعة الآن في العراق عندما تقارنها مع تركيا ومع إيران، فتكون الغلبة للجانب التركي. نعم. والجانب الإيراني، ولكن دكتور دكتور نزاد الهيتي، نعرف أنه العراق فيما سبق كانت لديه قاعدة صناعية جيدة خاصة في مجال الصناعة العسكرية، بلد كان يصنع الصواريخ والدبابات والراجمات، أين هذه المصانع؟ وهل هذه الصناعة المصانع كثير منها دمرت؟ نعم. وبقيت بعض المصانع لإنتاج الذخيرة الحربية البسيطة، يعني إطلاقات من إطلاقات والأسلحة الخفيفة. أما بالنسبة للمصانع التي كانت تصنع الصواريخ والآليات العسكرية الآن كلها دمرت، فقط بقت جزء بسيط من الصناعة العسكرية. بس أعرج أيضا على الصناعة الوطنية المدنية. إحنا كان عندنا في العراق أكثر من 500 مصنع في مجال الألمنيوم والأسمدة والبتروكيميكال والإسمنت. كل هذه المصانع الآن في العراق تعاني صعوبات كبيرة جدا. سببين: السبب الأول هو إحجام حتى القطاع الحكومي على شراء منتجات هذه الصناعات. يعني أنا صديق لي كان هو مدير أحد المصانع للأحذية والجلود، قال أن المؤسسة الكهرباء في العراق ووزارة الجيش، وزارة الدفاع، وزارة الداخلية يستوردون أحذية الخدمة العسكرية من الصين ولا يأخذونها من المصنع العراقي الذي ينتج بجودة عالية. بسبب تعرف أنت من تكون استيراد هناك صفقات وهناك مجال للفساد. نعم. ومجال للكوميشنات والعمولات. نعم. هذه المشكلة الآن، يعني الآن الصناعة العراقية أرجع وأقول أخ رضوان وبكل مرارة تعرضت إلى اختيال اقتصادي منقطع النظير. فقط بقت من الصناعات مالتنا فقط بعض المصانع من لإنتاج الإسمنت، مصانع كانت العراق يغطي 80% من احتياجاته من الإطارات، السيارات، البطاريات. تصور احنا كانت قدم صناعات كهربائية، تلفزيون، إيراديو، كلها منتج وطني. نعم. الآن انتهت هذه الصناعات وأصبحنا يعني سوق ومرتع لكل سلع دول الجوار والسلع الصينية التي أغرقت السوق العراقية بشكل منقطع النظير. نعم. أعود لك الأستاذ هادف عبد الرحمن، مستشار دولي في التنمية الاقتصادية. سنعرج إلى العلاقات الجزائرية العراقية، واقع هذه العلاقات. نظن أنه يعني حقيقة العلاقات لا ترتقي إلى مستوى، يعني نتكلم على العلاقات اقتصاديا، نعم اقتصاديا، لأن العلاقات الجزائرية لا نتكلم على ممتازة بدءا من الوساطة الجزائر في ترسيم الحدود مع العراق مع إيران، وقوف العراق مع الثورة الجزائرية، كذلك الجزائر ألغت ديون كانت على عاتق العراق سنة 2011 وكانت في مجملها آلات فلاحية وميكانيكية. لا
نظن اقل من مليار دولار. نعم نظن اخ مروان يعني نتكلم على العلاقات التجاريه، العلاقات السياسيه يعني جد متميزه يعني، وهذا منذ مده يعني، احنا شعب يعني اللي تربطنا كثير من الامور. نظن انه نتكلم على العلاقات التجاريه والاقتصاديه اليوم، خلينا نقول الاقتصاديه لانه اليوم فيه مقاربه جديده. نعم يعني لا ترقى للمستوى يعني القدرات والإمكانيات الموجودة في البلدين. ويعني نظن أنه المرحلة أصبحت يعني تعتبر فرصة للبلدين في تعزيز هذه الشراكة. اليوم الجزائر خلينا نقول أنها في مرحلة تحول اقتصادي كبير. هذا التحول الاقتصادي مبني على محورين أساسيين. المحور الأول وهو داخلي ويتعلق بتتمين كل الثروات الوطنية محليا، وهنا يأتي يعني دور إطلاق قطاع الصناعة. اليوم البرلمان الجزائري في حالة تصويت على قانون المالية 2023 الذي رصد له أزيد تقريبا 100 مليار دولار، 98.7 مليار دولار. نعم وبالتالي اليوم يعني نتكلم على المحور الأول وهو تثمين القدرات يعني الانتاجية المحلية ب يعني تحويل المواد الأولية محليا، وهذا توجه يعني غاية في الأهمية بالنسبة للاقتصاد الجزائري. والمحور الثاني اللي مبني عليه مشروع التحول الاقتصادي وهو الاندماج في سلسلة القيم العالمية من خلال تحالفات وشراكات يعني مبنية أولا على السيادة وعلى الربحية. اليوم نتكلم بلغة المصالح، وبالتالي نظن أنه مع العراق ممكن أنه نعمل كثير من الأمور. يعني الدولتين عندهم ثقل إقليمي على المستوى العربي. نعم. بين خاصة أنه في الوقت الحالي يحتاج إلى بناء تحتية في مجال بناء المصانع لاستخراج الغاز، والجزائر لديها تجربة في هذا المجال. شوف يعني فيه يعني أفق واعدة. خلينا نتكلم أولا على البنى التحتية يعني. نعم. المنشآت. والجزائر اليوم هي عندها توجه جديد. نعطي مثال مع موريتانيا، فيه مشروع ضخم بإنشاء طريق بين تندوف والزويرات. نعم. بمسافة 800 كيلومتر من تمويل جزائري وأيضا إنجاز مؤسسات جزائرية. يعني نعم. اليوم أصبحنا في مرحلة تصدير الخدمات خاصة في قطاع الأشغال العمومية، وأيضا تصدير الدراسات. نعم. يعني الخدمات في مجال الدراسات. نفس الشيء بالنسبة يعني إلى سوناتراك تستثمر في تركيا حاليا. نعم. تستثمر في تركيا. نعم. في ليبيا. نعم. وبالتالي اليوم احنا فيه إمكانية أنه كان من قبل يعني كان فيه علاقات، خلينا نقول أنه في الصناعات الميكانيكية كان في شراكات كبرى بين الجزائر والعراق. وبالتالي ممكن أنه نبعث حاليا اليوم في الجزائر فيه نية في إعادة بعث نشاط الصناعات الميكانيكية، وبالتالي ممكن أنه مع العراق أنه يكون فيه شراكة في هذا التوجه. خلينا نقول أنا يعني من منظور براغماتي أنه اليوم إحنا محتاجين أنه يعني نعرف ماذا يمكن أن نعمل مع بعض. نتكلم على القطاع الفلاحي. القطاع الفلاحي جرنا إلى تكلم على قطاع إنتاج الأسمدة اللي أصبح قطاع محوري. نعم. في الأمن الغذائي، والبلدين عندهم من المقومات ما يسمح لهم بإنتاج وتحقيق الاكتفاء الذاتي والذهاب إلى الأسواق العالمية. وبالتالي اليوم ممكن أن الجزائر والعراق تعملان على إنتاج الأسمدة لتحقيق الأمن الغذائي في الإقليم يعني على المستوى الوطن العربي. نقطة ثانية يعني في المجال الفلاحي اليوم فيه إمكانيات يعني أن نرفع من القدرات الإنتاجية ونستغل يعني أيضا التجربة العراقية في مجال شعبة الحبوب، لأنه اليوم الجزائر ماشية في توجه جديد أنه نوصل إلى اكتفاء ذاتي في شعبة الحبوب. نعم. والعراق معروف بقدراته الإنتاجية، ممكن أنه تكون فيه شراكات لإنتاج الحبوب في الجزائر. نعم. باستغلال يعني التجربة العراقية. وبالتالي راح نربح يعني في مجال التجربة بالنسبة للجزائر. ويعني من الجانب الاقتصادي بالنسبة يكون تبادل خبرات للعراق. والأمر الثالث نظن أنه نأمل يعني صراحة أنه نكون فيه شراكة حقيقية، وهو اقتصاد المعرفة. يعني هذا اقتصاد واعد، خلينا نقول انه اليوم اقتصاد المعرفة يشكل ربع الناتج الخام العالمي
أكثر من 20,000 مليار دولار تأتي من اقتصاد المعرفة، وهذا كقطاع. واليوم نتكلم على الاقتصاد في مرحلة عهد جديد يسمى بعهد اقتصاد المبني على المعرفة، معنى أن المعرفة أصبحت رافد لكل القطاعات الأخرى. وبالتالي أنا نتمنى أن قطاع التعليم العالي وقطاع اقتصاد المعرفة تكون فيه شراكات حقيقية بين العراق والجزائر مما يخدم البلدين. نعم، ما دام تحدثت الأستاذ هادف عبد الرحمن عن اقتصاد المعرفة، ضيفنا من الدوحة هو مختص في اقتصاد المعرفة، هو من أصول عراقية وأستاذ في جامعة المعهد الدبلوماسي بالدوحة، وكذلك سيد دوزاد الهيتي، أنت ساهمت في المخطط الوطني للتنمية بقطر، وساهمت في رؤية قطر ل 2030. قطر يعني باحتضانها للمونديال كانت أذهلت العالم من خلال البنى التحتية وكذلك من خلال التنظيم. سؤالي، خبراتكم كيف تستثمر عربيا؟ حسب رضوان يعني الاستضافة العالم والمشاريع التي نفذت في إطار كلها في الوطنية 2011-2016 و2018-2022. كثير من البنى التحتية اللي تشوفوها الآن للمونديال طبقوا بها ما يسمى بالاستدامة البيئية واستخدام أيضا للتكنولوجيا. نعم. فتعتبر المونديال قطر هو أكثر المونديالات في العالم استخداما للتكنولوجيا الصديقة للبيئة واستخداما للمعرفة وكأداة لتسهيل عملية التنظيم، يعني سواء كان عدم استخراج فيز ورقية، عدم استخراج تذاكر ملاعب ورقية، كلها إلكترونيك، كلها تطبيقات. فكان طبعا حتى أيضا على صعيد الدخول والخروج كله إلكتروني. المترو الأنفاق صديق للبيئة، أخضر. الحافلات للنقل أيضا خضراء. فاستثمروا المونديال لتحقيق تنمية بيئية مستدامة سيستفاد منها في الأعوام القادمة. نعم. تعقيب المضاف إليه زميلي من الجزائر، هناك إمكانية للشراكة بين العراق والجزائر. احنا بس حبيت أن أشير إلى أنه أول موازنة عامة في الجزائر الشقيق بعد حرب التحرير كانت بتمويل عراقي، وأيضا كان العراق دور كبير في إرسال البعثات للتعليم في الجزائر. نعم. الآن هناك إمكانية للشراكات الاستفادة من التجربة الجزائرية في تسهيل الغاز. إحنا في العراق مع الأسف ما زالت إمكاناتنا في تسهيل الغاز ضعيفة جدا. من الممكن أن نستفيد من الخبرات الجزائرية في هذا المجال. أيضا من الممكن التعاون لإنشاء يعني مشاريع مثل ما تحدث الضيف، مشاريع تعزز اقتصاد المعرفة وهو المرتكز الأساسي للتنافسية الآن. نعم. يعني مع الأسف الفارق، الجزائر داخل في مؤشر التنافسية العالمي الذي يصدر عن منتدى دافوس، المنتدى الاقتصادي العالمي، بينما منتدى الاقتصاد العالمي لا يصنف العراق اقتصاد تنافسي لحد هذه اللحظة خلال 20 سنة ماضية. هناك أيضا إمكانية للتعاون في المجال الفلاحي، سواء كان في مجال إنتاج الحبوب أو في مجال تربية، في مجال إنتاج الحيواني أيضا هناك إمكانيات واسعة. بس أرجع وأقول نحتاج إلى توفر الإرادة، لأن إحنا عندما حصل تقارب بين العراق ومصر، بين العراق ومصر والأردن، كان هناك الكثير من الأصوات المزعجة التي كانت تقول فليبتعد العراق عن محيط العربي. هذه كارثة. الآن من يمتلك القرار في العراق لا يريد التقارب مع البلدان العربية، أقولها بكل صراحة وكل مرارة. نعم. هذه هي المشكلة. يعني المملكة الأردنية الهاشمية ومصر كانت كفيلة بأن تغرق العراق بالكهرباء بأسعار بسيطة، والسعودية أيضا قالت، ولكن هناك إصرار على الاستمرار في استيراد الغاز والكهرباء من دولة مجاورة وهي دولة إيران. صراحة لا تريد للاقتصاد العراقي أن ينهض، يبقى اقتصاد هش، اقتصاد مفكك. وأنا أخ رضوان دائما أكون صريح جدا في لقاءاتي. الآن ليس لدينا اقتصاد، لدينا بؤر للموارد الاقتصادية.
تسيطر عليها مجموعات عرقية وأثنية مذهبية ميليشياوية بامتياز. نعم. الاقتصاد يعيش مرحلة الاقتصاد الروسي ما بعد انهيار الاتحاد السوفيتي عندما المافيا سيطرت سيطرة كلية على الاقتصاد الروسي. نفس الآن السيناريو يعاد في الاقتصاد العراقي. نحتاج إلى ولكن سيد نزاد الهيتي هناك نية قوية للدولة العراقية والحكومة العراقية من أجل التخلص من هذه الأمور التي للأسف يعني العراق كان خرج من أزمات منذ مطلع التسعينات وهو في أزمات الأولى تلو الأخرى. فأطرح عليك السؤال لأنه أدركنا الوقت. العراق الآن سيصدر عملة من فئة 20,000 دينار خاصة من أجل ربما مجابهة الدولار، هل تراها صحيحة؟ هذه يعني هذه الخطوات إصدار عملات نقدية بقيمة عليا يعني للغاية منها تخفيف حجم الأوراق النقدية، هذه خطوة في تقديري يعني لن تعزز من سعر صرف الدينار العراقي أمام الدولار، فقط هو لعملية تسهيل الحسابات المصرفية وتسهيل الحسابات التجارية بين الناس عندما تكون الفئات كبيرة قياسا بالفئات القليلة. السياسة النقدية في العراق مع الأسف أيضا ما زالت مرتبكة، وهناك من يحيك لها الدسائس الآن، هناك من يريد أن يقترح إعادة النظر في سعر صرف الدينار العراقي في هذه الظروف المربكة. نعم. إذا ما تم اتخاذ هذا القرار فستكون له تداعيات كارثية على الاقتصاد العراقي. نعم. لذلك أنا أقول ينبغي أن يعني يستلم الملف الاقتصادي كفاءات عراقية كفوءة تتميز. أنا نعطيك مثال، محافظ البنك المركزي الآن الذي يستلم إدارة البنك المركزي في العراق لا يفقه شيئا في الاقتصاد، بكالوريوس قانون، ما عنده أي خبرة مصرفية، في حين أجزم 204 دولة في العالم بضمهم 193 دولة عضو في الجمعية العامة المتحدة، المنصب محافظ المصرف المركزي منصب مهني يجب أن يبتعد عن السياسة وتلاعبات السياسيين. نعم. منصب دكتور مع الأسف الآن في العراق من يمسك زمام المصرف المركزي شخصية قريبة من أحد التيارات السياسية. دكتور ولا أدركنا الوقت وعفوا عن المقاطعة بعجلة الأستاذ هاتف، يعني لما نرى العراق سوريا واليمن دول ضاربة في عمق التاريخ يحدث لها هكذا، لأنه فيها يعني قوى وتيارات أرادت لها ذلك، وبالتالي اليوم الحل في يد الشعوب. نعم. والشعب العراقي نظن أنه راح يكون يعني في الموعد ويعني يغير يعني هذا الوضع ويصبح العراق إن شاء الله في القريب العاجل إن شاء الله من القوة الاقتصادية على المنطقة، خاصة أنه هذه الدول معروفين بمواقفهم صحيح الأنظمة الغربية. صحيح. وكذا. صحيح. نعم. صحيح. شكرا جزيلا لكما عبد الرحمن هادف ضيفي في الاستوديو مستشار دولي في التنمية الاقتصادية، كما أشكرك من الدوحة الدكتور نزاد الهيتي أستاذ في الاقتصاد السياسي بالمعهد الدبلوماسي القطري. أشكركم كذلك أيها السادة الكرام على حسن المتابعة والإصغاء. إلى اللقاء.